قررت الكتلة الناصرية في الجيش الإطاحة بالرئيس عبد الرحمن محمد عارف بعد أقل من شهر ونصف من توليه الرئاسة، وبدأت استعدادات الضباط في بغداد للقيام بحركتهم الانقلابية منذ شهر آيار مايس 1966، واتصلوا بزعيم الكتلة الناصرية في الجيش عارف عبد الرزاق وهو لاجئ في القاهرة، يعني بعد محاولة الانقلابية في زمن عبد السلام عارف لجأ إلى القاهرة فهو موجود هناك، قالوا له تعال ارجع، طلبوا منه العودة لقيادة الحركة الانقلابية التي تعاونت السلطات المصرية معه مع عارف عبد الرزاق في تأمين جوازات مزورة له وللضباط اللاجئين معه. كان تغيير في السياسة المصرية تجاهنا، ابتدوا الآن يساعدوننا ويحركوننا. يعني كيف؟ يعني كان عندنا مع التقانة مع ضباط داخل العراق اللي لم أحد يكتشفهم، يعني كل ما لك شكوك كان ماكو شيء علامات بيهم. فكان هناك ضابط سوري اسمه عبد الوهاب الخطيب، كان هو الوكيل من الاتصال مع كل الضباط اللي هناك في بغداد، وكانت الرسائل مستمرة بيننا وبينهم. وكانت طبعا بما أنه كانت تيجي على جهاز الإرسال مال الملحق العسكري المصري فكان المصريين يعرفون بيها. نعم. لكن كانوا يغضون الطرف إلى أن يعني شافوا أن التوجه السياسي بالعراق اتجه اتجاه غير 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 وحدوي. يعني مثلا عبد الرحمن بزاز كان يروح يزور السعودية ويبعث وزير وحدة لا شأن له عبد الرزاق محي الدين لزيارة مصر، فمصر استكبرت الموضوع أنه يعني قل الاهتمام بها، ابتدت تساعدنا يعني.